يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الفرق بين الخوارج والبغاة؟ الخوارج هم الذين يخرجون بتأويل غير سائغ، غير سائغ مثل الخوارج. أما البغاة فهم الذين يخرجون بتأويل سائغ لكنه ليس لهم فيه حجة، هو تأويل صحيح لكن هم أخذوه وهو ليس لهم، ظنوا أنه يصلح لهم. هذا الفرق بينهما، تأويل سائغ لكنه لا يصلح لرأيهم. وأما الخوارج فهم ليس لهم تأويل أصلا، لا سائغ ولا غير سائغ. نعم.